راح موجودة، كل حاجة موجودة، مقام ربي يزور كل حتة، ما بيسيبش حد أبدا والله، والله ما بيسيب حد في أهل بلد ولا برا ولا جوا يا بنت، بيسيب أي حد. سارة الحوت إعلامية بنت إسماعيلية. ممكن حضرتك تقولي علاقتك بالفنان؟ احنا عايزين نقول ان الإسماعيلية طول عمرها مصنع نجوم، وهي اللي بتطلع نجوم، واهل الفن كلها إسماعيلية. وعايزه اقول ان المغفور له الاستاذ فايق عزب رحمه الله عليه، الفنان الوحيد، الفنان الوحيد في الساحه اللي نزل تجول في شوارعها وقعد على قهويها. أيوة. وقعد مع الناس ودخل بيوتنا كلنا. أيوة طبعا. رحمه الله عليه ما يجوزش عليه الا الرحمه النهارده. مواقف معينه تفتكروها له؟ طبعا، ما فيش واجب عزاء بيسيبه، ما فيش واجب فرح بيسيبه. أيوة. المريض بيروح له، اللي أيوة. عايز خدمه من المحافظه بيروح له. الله يرحمه، رحمه الله عليه. بلد وابن اسماعيليه وابن اهل الفن، الفنان القدير فايق عزب.